محاضرة النهاردة إن شاء الله عن الفيفر اللي هي السخونية أو الحمى. معاكم دكتورة فيمي بطرس مينا، مدرس الفسيولوجي، وده تكملة للمحاضرة بتاعة الثيرموريجوليشن. تمام، الأوبجكتيفز النهاردة اللي هنتكلم عنها بسيطة. هنتكلم عن definition of fever، يعني ايه سخونية، والميكانيزم بتاعتها ميكانيزم of fever والستيجز of fever. احنا اول حاجة هنتكلم عنها الديفينيشن، تعريف الفيفر. الفيفر ليها اسم تاني باللاتيني اللي هو البايركسيا، معناها abnormal rise of body temperature فوق النورمال فاليو، اللي هي الحمى او السخونية. احنا زي ما قلنا قبل كده ان النورمال body temperature كان من 36 ل 37 درجة، وكان في ديري فاليشن، وكنا بنقول ان في حاجات فيسيولوجية ساعات بترفعها زي الماسكر اكسرسايز الجامد، او ان التمبريتشر بتاعت الانفايرومنت تزيد قوي. لكن اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي حاجة تانية، اللي هي الفيفر او الحمى. ده حاجة بتحصل abnormal rise في البادي تمبريتشر فوق النورمال فاليو. دي اسبابها ايه؟ هي سببين اساسيين، حاجات كيميكال وحاجات ميكانيكال. حاجات كيميكالز اللي هي البيروجينز، البيروجينز دي مواد بتطلع من غالبا انفكشن، التهاب، مش التهاب، التهاب بكتيري او عدوى، غالبا بتحصل مع الانفكشن. الانفكشن اللي هي العدوى، زي العدوى البكتيريه او الفيروس او اي مايكرو اورجانيزمز، بتطلع مواد معينه اسمها بيروجينز، بتروح على الهايبوثالموس، بتغير السيت بوينت بتاعتها زي ما هنشوف دلوقتي، ودرجه حراره الجسم بترتفع. طيب البيروجينز ديت ما بتطلعش غير مع العدوى؟ لا، ممكن تطلع مع الانفلاميشن بوجه عام. الانفلاميشن اللي هو الالتهابات بوجه عام، زي مثلا الديجنريتنج تيشو اللي هي حصل تكسير في بعض الانسجه، ممكن تبقى اسباب تانية مش اسباب عدوى، ممكن تبقى اوتوميون ديزيز مثلا اللي هو الامراض المناعه الذاتيه، ممكن الشخص يجيله شويه ارتفاع في درجه حرارته. مفيش عدوى ولا حاجة، لكن في انفلاميشن، في التهاب، في أنسجة بتتكسر، ديجنريشن في التشو. دي برضو بتطلع بيروجينز وبتشتغل بنفس الميكانيزم اللي هنتكلم عنها. دي حاجات كيميكال. طيب في حاجات ميكانيكال، زي البرين تيومر. البرين تيومر اللي هو الورم بتاع المخ ده، الناس لو واحد عنده ورم في المخ بيشتكي ان على طول درجة حرارته مرتفعة من ضمن الاعراض يعني، وبتبقى لو جريد فيفر واستمرار. ده بيبقى حاجه ميكانيكال زي ما هنتكلم، ان البرين تيومر بيضغط على الهايبوثالموس وبيأثر عليها. يبقى دي كوزز، البيروجينز والبرين تيومرز. طيب هنتكلم على الميكانيزم اوف فيفر. اول حاجه لو السبب كان البيروجينز بتاع البكتيريا انفكشن، او زي ما قلنا اللي طالعه من ديجنريتنج تيشو، البيروجينز دي بيحصل لها فاجوسايتوزس بالبلاد ليكوسايد. بلاد ليكوسايد اللي هي خلايا الدم البيضاء اللي انتوا خدتوها في البلاد، اللي كانت مسؤوله عن الاميونيتي، اللي اهمها النيتروفيل، بتعمل فاجوسايتوزس يعني بتاكل البيروجينز دي. وعندي دي خليه تانية اسمها تيشو ماكروفاج. التيشو ماكروفاج دي كانت زي ما انتوا خدتوا بتطلع من البلاد مونوسايد، وبتهاجر المونوسايد دي وتروح للتيشو، بتكبر وبتعمل حاجه اسمها ماكروفاج. المهم ان هما بيعملوا فاجوسايتوزس للبيروجينز، وبتطلع مواد تانية اسمها اندوجينوس بيروجينز زي الانترلوكين 1 او الليكوسيتيك بيروجينز. دي بتطلع نتيجة الدايجيشن بتاع البكتيريال برودكت، او البرودكت بتاعة الديجنريتنج تيشو، او اي مايكرو اورجانيزمز حصل. الليكوسايز هتطلع مواد تانية اسمها ليكوسايد بيروجينز او اندوجينوس بيروجينز، اهمها ماده اسمها انترلوكين 1. الانترلوكين 1 ده هيروح على الهايبوثالاموس ويغير السيت بوينت بتاعه الهايبوثالاموس من خلال تاثيره، او من خلال تكوين ماده اسمها بروستاجلاندين، مينلي البروستاجلاندين اي 2. البروستاجلاندين بتشتغل على السيت بوينت بتاعه الهايبوثالاميك ثيرموستات. يعني انا عندي في الهايبوثالاموس مفروض في سيت بوينت مظبطه درجه الحراره عند 37 درجه. لو درجه حراره الجسم قلت عن 37 درجه، يبدا الجسم يحصل له الميكانيزم اللي هي
بترفع درجة الحرارة عشان أوصلها ل37. لو زاد عن 37 درجة يبدأ الجسم يعمل الحاجات اللي اتقللها لي على 7 لغاية ما توصل ل37 اللي احنا اتكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت. دي اللي هي بيسموها السيت بوينت، موجودة في الهايبوثالامس. الحاجات الكيميكالز اللي اتغيرت دي نتيجة الانفكشن او نتيجة الديجنريشن في التشو أثرت على السيت بوينت نفسها، فأثرت على الهايبوثالاميك ثيرموستات، يعني بتعمل ريست لنيو سيت بوينت فوق النورمال سيت بوينت بتاعتي اللي هي كانت 37، لا انا هخليها 38 مثلا او 39 او طب اب تو 42 درجه ممكن. المهم ان انا غيرت السيت بوينت بتاعت الثيرموستات، رفعتها عن 37 درجه اللي في الهايبوثالاموس، فالجسم يشوف نفسه ان هو اقل من النيو سيت بوينت، فيبدأ يحصل ميكانيزم ترفع درجة حرارة الجسم عشان أوصلها للنيو سيت بوينت اللي في الهايبو سالامس، تمام؟ فيبدأ التمبريتشر تزيد ويحصل للشخص ده يوصل لدرجة حرارة جديدة اللي هي فوق 37 ويبدأ يحصل له الفيفر. الصورة اللي هي قدامكم دي موضحة الكلام اللي احنا قلناه. يبقى أنا عندي الباثوجين زي البكتيريا بيحصل له فاجوسايتوزس بالليكوسايت، فتبدأ الليكوسايت تطلع مواد اسمها اندوجينوس بيروجينز او سايتوكاينز او اللي احنا قلنا اهمها الانترلوكين 1. المواد دي تبدأ تروح على الهايبوثالاموس تغير السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس اللي هي المفروض تحافظ درجة حرارة 37، لا هتبقى اعلى من خلال مواد بتطلعها في الهايبوثالاموس اهمها البروستاجلاندين، فيبدأ الشخص ده يحصل له فيفر، تمام؟ الدياجرام ده برضو مبين الخطوات اللي بتحصل. الاكسجينوس بايروجينز اللي هو طالع من المايكرو اورجانيزم زي البكتيريا او طالع من الديجنريتنج تيشو، بيروح يعمل اكتيفيشن للديفنس ميكانيزم اوف ذا بودي اللي هي الاميون سيستم، يحصل له فاجوسايتوزس بالليكوسايتس او الماكروفاج، يطلع الاندوجينوس بايروجينز يروح على الهايبوثالاموس تغير السيت بوينت زي ما قلنا ويحصل الفيفر. طيب دي الميكانيزم اوف فيفر نتيجة البيروجينز اللي طلعت. لو الفيفر كان سببها برين تيومر الميكانيزم مختلفة شوية. اللي فات كان مواد كيميائية كنت بقول عليها كيميكال تشينجز بتحصل، لكن الكوز اوف فيفر نتيجة البرين تيومر بيبقى غالبا ميكانيكال كوز. يعني ايه؟ يعني عندي compression of the hypothalamus by brain tumor او اي حاجة تانية غير tumors، يعني اي ماس اتكونت سواء كانت benign او malignant دي بتبدأ تزود ال intracranial pressure او اي حاجة تزود ال intracranial pressure ويبدأ يضغط على ال hypothalamus، ممكن directly mechanically يرفع ال set point بتاعت ال hypothalamus. فغالبا بيحصل مع الحالات دي زي ما قلنا prolonged high fever، هاي او لو جريد، المهم اللي هي بتبقى برونجد يعني بتبقى قاعده فتره طويله. سببها ايه؟ سببها كيميكال كومبريشن من التيومر على الهايبوثالاموس غير السيت بوينت. دي صور مبينه لي البرين تيومرز. طيب هنتكلم اخر حاجه بقى على الستيج اوف فيفر، مراحل الفيفر. اول حاجه انا كانت درجه حراره الجسم عادي 37 درجه، وفجاه السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس بقت اعلى من ال 37 بقت 38 اما ما فوق، فيبدا الجسم ياخد خطوات اللي هو يرفع درجه الحراره عشان يوصلها للنيو سيت بوينت اللي هو الستيج اوف تمبريتشر اليفيشن. بعد كده وصلت للنيو سيت بوينت اللي هي 38 او 39 اما فوق، هيبدا الستيج اوف مينتينز اوف انكريس بودي تمبريتشر، الواحد يفضل سخن شويه. بعد كده المفروض ان الشخص ده بيبدا الحراره تقل لوحده نتيجه او مع الميديكيشن، فبيحصل ان يحصل تاني ان السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس ترجع ل 37 درجه، فيبدا الجسم ياخد الخطوات او يعمل الرياكشنز اللي هي تقلل درجه الحراره اللي كانت مرتفعه وتوصلها تاني ل 37 درجه. فهما تلات مراحل هنتكلم عنها. هنا الدياجرام ده مبين لي الفيزز بتاعت الفيفر والفيزيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل. زي ما قلنا
القصة كلها في الست بوينت بتاعت الهايبوثالامس. نورمال سيت بوينت 37 درجة. هنا البيروجينز اللي طالعة او الكمبريشن للتيومر الحاصل بترفع درجة الحرارة او بترفع السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس من 37 لما اعلى من 37. طيب اما السيت بوينت ده يرتفع، الجسم ياخد خبر ان هو درجته اقل من السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس، فيبدأ ينشط الميكانيزم بتاعت الهيت جين سنتر عشان ارفع درجة حرارة الجسم واوصلها للنيو سيت بوينت. اللي هي ايه بقى؟ الجسم يبدأ يحصل له الحاجات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، كوتينيوس فازو كونستراكشن، الأوعية الدموية بتاعت السكان يحصل لها كونتراكشن تضيق عشان تقلل الهيت لوس بالراديشن والكوندكشن والكونفكشن وهكذا، ويبدأ يحصل شيفرنج اللي هي الرحشة اللي بتحصل او الماسكولار كونتراكشن اللي بيحصل، ويبدأ يحصل زيادة في افراز الكاتيكولامين، تمام، وزيادة في الماسل تون. الحاجات دي كلها هترفع لي درجة الحرارة عشان اوصلها ل النيو ابنورمال سيت بوينت اللي موجودة عندي. المرحلة دي بيسموها تشيل فيز، اللي هو الشخص بيبقى حاسس بالقشعرينة او حاسس بان هو في رعشة وحاسس بالبرد. ليه؟ لان زي ما قلنا الشخص كلنا طبعا جربنا ان احنا درجة حرارتنا ترتفع، ففي بداية الفيفر غالبا الشخص بيحس ان هو بيرتعش وحاسس بقشعرينة عشان كوتينيوس فازو كونستراكشن اللي حصل، فده بيبقى ويحس ان هو بردان، فده بيبقى تقول للشخص ده انت درجة حرارتك بترتفع كده، يبقى معناها ان درجة حرارتك بترتفع، لان هنا الجسم بيبدأ يعمل الميكانيزم اللي ترفع له درجة الحرارة، ترفع له الهيت جين وتقلل له الهيت لوس، فعشان اوصل درجة حرارة الجسم للايه؟ نيو سيت بوينت. طيب دي اول مرحلة. تاني مرحلة ان هو خلاص وصلت للنيو سيت بوينت اللي هي فوق 37 38 اما فوق، بيبدأ يحصل ان الشخص ده بيقعد فترة فيفرش، يعني هو عنده السخونية دي، حاسس بايه؟ بجسمه سخن، بيسموها الفيفر طبعا فيلز هوت، حاسس بالحرارة. ده بيبقى الفيفر فيز، دي بتقعد شوية او ستيشنري فيز. بعد كده الجسم لوحده بيبدأ السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس ترجع تاني للطبيعي اللي هي 37 درجة، ممكن يحصل ريزوليوشن لوحده او ممكن مع ميديكيشن. اما ترجع على السيت بوينت بتاعت الهايبوثالاموس 37، طيب درجة حرارة الجسم كانت ايه؟ كانت فوق 37، فيبدأ الجسم يعمل الرياكشنز ان اللي هي ايه؟ تشغل له الهيت لوس سنتر او الهيت لوس ميكانيزمز، اللي هي اللي انا افقد الحرارة الزايدة اللي عندي، اللي هي اهمها كوتينيوس فازو دايليتيشن و سويتينج. فالشخص ده يبدأ يعرق ويبدأ يحصل له فلاشينج. فالشخص السخن فجأة ما تلاقيه بيعرق كتير وبقى فلاشد وبيعرق، فانت بتقول له ايه ده انت بتخف، او ما بنسميها بالعامية كده ان هو بيسموها عرق العافية، اللي هو خلاص بقى بيحصل ريزوليوشن للايه؟ الفيفر العالية دي، بتبدأ ترجع الجسم يرجع للطبيعي بتاعه، فبيبدأ الشخص يحصل له كوتينيوس فازو دايليتيشن، فبيحصل له فبيبقى فلاشد وبيبقى يحصل له سويتنج. السويتنج يحصل، تبدأ درجة حرارة الجسم سويتنج يعني يعرق، تبدأ درجة حرارة الجسم هنا خلاص ترجع تاني للايه؟ لل 37 درجة اللي هي درجة الحرارة الطبيعية. يبقى الـ stages of fever زي ما عندكم في الكتاب اللي هما تلاتة، الشيلز اللي هي القشعرينة أو الرعشة اللي بتحصل في الأول أو cold sensation، والفيفر stage وcrisis أو اللي هو resolution. الشيلز أو cold sensation ده بيحصل مع بداية الفيفر، زي ما قلنا إن set point بتاعت الهايبوثالام ستيت بتتغير ل عن النورمال بهاير فاليو، فالبادي تمبريتشر دلوقتي اقل من السيت بوينت، فيبدا يحصل ريسبونس عشان ارفع درجه حراره الجسم عشان اوصلها للايه؟ للنيو سيت بوينت. فالشخص ده بيحس ان هو اكستريملي كولد، لان بيحصل له كوتينيوس فازو كونستراكشن، دي طبعا الميكانيزم اللي بتقلل فيه الهيت لوس، وبيبدا يحصل شيفرنج عشان يزود الهيت برودكشن او يرتعش.
اللي هو المسل كونتراكشن اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. تاني فيز اللي هي الفيفر فيز، خلاص هو البادي تمبريتشر وصلت للنيو سيت بوينت، بيبدا هنا البادي تمبريتشر زي النيو سيت بوينت، والشخص ده بيقعد فيفر او في الفيفرش ستيج دي فتره. بعد كده الكرايزس او الفلاش فيز او الريزوليوشن فيز بيحصل مع نهايه الفيفر، بيبدا يحصل ريسيت للثيرموستات للنورمال سيت بوينت اللي هي 37 درجه، زي ما قلنا ممكن تحصل لوحدها او تحصل مع ميديكيشن. البادي تمبريتشر هنا اعلى من السيت بوينت الجديده، فبيبدا الشخص يحصل له ايه، يبقى فيه ضغوط. ليه؟ لان هنا الثيرموستات بتبدا تقلل البادي تمبريتشر عشان اوصلها للنورمال سيت بوينت اللي هي 37، لان انا رجعت تاني للنورمال سيت بوينت، وهو الشخص ده كان ايه، كان حرارته اعلى من 37، فبيبدا يحصل كوتينيوس فازودايليتيشن ريتيشن وبروفيز سويتنج زي ما قلنا، عشان اتخلص من الحراره الزايده اللي عندي واوصل تاني للنورمال سيت بوينت بتاعتي اللي هي 37 درجه. خلاص عند نهايه الفيز ده البادي تمبريتشر بيوصل للنورمال ليفل. يبقى هي هنا في الدايجرام ده اللي عندكم في الكتاب القصه كلها مرتبطه بالسيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس. نورمال سيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس 37، الخط الازرق قلنا بيمثل السيتنج بتاع الثيرموستات، والخط الاحمر بيمثل الاكشوال بادي تمبريتشر. فجاه اللي بيحصل ان السيت بوينت بتاعت الثيرموستات فجاه بتزيد من ال 37 للهاير ليفل. هنا في الدايجرام هنا عاملها حوالي 39، ده زي ما قلنا نتيجه البيروجينز اللي طالعه من الانفكشن او طالعه من الانفلاميشن او نتيجه الكومبريشن بتاعه البرين تيومر. المهم اثر على السيت بوينت، رفعها ل 39، درجه حراره الجسم كانت 37، فعايز توصل للنيو سيت بوينت يبدا يحصل الفازو كونستراكشن والبنفرين سيكريشن والشيفرنج، درجه حراره الجسم ترتفع تدريجيا ل 39 درجه، تقعد شويه في حاله 39 درجه اللي هو الفيفر فيز، بعد كده السيت بوينت نزلت فجاه تاني للنورمال اللي هي 37، فالجسم يبدا يعمل رياكشنز اللي هو يقلل درجه حرارته من العاليه اللي هي 39 للنورمال سيت بوينت الثانيه اللي هي 37، فيحصل الفازودايليتيشن ويحصل السويتنج زي ما قلنا اللي انا بسميه على العافيه، ويبدا الشخص ده يرجع تاني للنورمال بادي تمبريتشر. يبقى هنا الميكانيزم بتاعت الريسيتنج اوف هايبوثالامس اللي انا اغير السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس حاجتين، كيميكال ستيميوليشن بالبيروجينز بتاعت البكتيريا انفكشن او ديجنريتنج تيشو، او ميكانيكال ستيميوليشن بالبرين تيومر. قلنا الحاجات الكيميكالي كانت البيروجينز دي بتطلع يحصل لها فاجوسايتوزس بالليكوسايز وتطلع حاجه اسمها اندوجينوس بيروجينز، كانت بتروح على الهايبوثالامس وتشتغل من خلال تاثيرها على البروستاجلاندين في الهايبوثالامس. فبيقولوا ماده زي الاسبرين بتشتغل اللي هي تقلل درجه الحراره في حاله الفيفر، اللي هي بتشتغل ازاي، من خلال اللي هي انتاجونيستك الايفكت بتاعها على البروستاجلاندين اللي كان متكون على الايه، على الهايبوثالامس. لكن لو انا خدت الاسبرين في النورمال مش هيقلل الحراره، هو بيستخدم بس في حالات الفيفر من خلال تاثيره المضاد للايه، البروستاجلاندين، او من خلال اللي هو بيقلل تكوين البروستاجلاندين ديت في الهايبوثالامس. كده يبقى احنا خلصنا موضوع الفيفر. لو قلنا الموضوع باختصار تاني، احنا بنتكلم عن الديفينيشن بتاع الفيفر، وبنتكلم عن الميكانيزم اللي هما تو مين ميكانيزمز، وبنعمل الستيجز بتاعت الفيفر اللي هما تلاتة ستيج، اللي هو مرحلة الشيل او كولد سنسيشن، ومرحلة الفيفرش نفسها، وبعد كده مرحلة الايه، الريزوليوشن او بيسموها كرايزس. تمام كده، وشكرا لكم.